مباراتكم مرة أخرى، مباراة ميدياما يا أحمد القادمة مباراة صعبة جدا زي ما أنت بتقول. أكيد مباراة قوية، ويمكن الفرقة دي في ملعبها أعتقد كسبت يانج أفريكانز على ما أتذكر يعني، وتعادلت مع الشباب. فرقة قوية جدا، قوتها في ملعبها في الظهر يعني. يعني هم بيلعبوا الساعة 6 احنا ان شاء الله إن شاء الله 6، بس خلي بالك 6 دي هنا يعني هناك 4 برضه، الدنيا هتبقى ستيل حر يعني، مش 4 طبعا لسه حر، ستيل حر عندهم في درجة الحرارة دي، فدي هتبقى عامل سلبي جدا للاعيبة النادي الأهلي في وقت زي ده. أعتقد الفرقة زي ما قلت لك واضح إن الحالة العامة البدنية مش واقفة على رجليها، فأنت لو ما عملتش حسابك الماتش الجاي للحالة دي، وخصوصا زي ما بقول لك هنلعب الساعة 4 في درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، ودي المشكلة اللي كان بيعاني بيها المنتخبات مثلا في ساحل العاج، ما هو غانا برضو في نفس القصة يعني. صحيح. فأنت لا يعني لازم تخلي بالك من نقطة زي دي، هتلاقي مساحات كبيرة يعني، مش المساح يعني الماتش اللي فات ما كانش فيه مساحات كبيرة في الناحية الهجومية تمام، إنما في الماتش بتاع ميدياما ده هتلاقي. عشان كده لازم تبتدي بالاثنين اللي عندك اللي قدام مع الاسترايكر يبقوا بيجروا كتير. يعني اتمنى ان مثلا واحد زي رضا سليم يبتدي. ليه؟ سرعات، وهيلاقي مساحات هيعرف يتحرك فيها. كريم فؤاد ممكن يبتدي، مش هو اللي يبقى تغيير، العكس ماشي. حسين لو فايق ياخد كهربا. انا عايز حد سرعات، مش عايز مثلا انت لعبت موديست عشان خاطر يبقى عندك تارجت سترايكر تارجت فتعمل له كروسات وما عملتلوش، الوحيده اللي اتعملت له حط فيها دماغه وطلع بره العرض الشوط الاولاني. صحيح. تمام. انت لا، الماتش اللي جاي انت هتلاقي الفرقه دي بتهجم عليك، لان ده يعتبر الامل الاخير ليها. هي طالعه بعد كده اخر ماتش ليها عندها بالوزداد في بالوزداد. تمام. فلو ما كسبتش ماتشنا هتخرج بره الايه؟ البطوله. فعشان كده انت لازم ايه؟ تاخد حذرك، وفي نفس الوقت يبقى عندك. ما كسبوا شباب بالوزداد اعتقد في غانا. في غانا. اعتقد يعني. اول ماتش ليهم. قولوا لي يا شباب. لو ما كسبوا يانج 2-1. لا كسبوا شباب. كسبوا شباب يبقى تعادلوا مع يانج عندهم. فانت دلوقتي عندك هم اخر ماتش ليهم عندهم شباب الوزداد هناك، ولو الشباب محتاجينه انسى ان ميدياما توصل، فاهمني؟ فايه؟ فهم يعتبر اخر امل ليهم مباراتنا بالظبط. عشان كده انت لازم تبقى شايف الدنيا كويس. لازم العب دفاع كومباكت، لازم العب في 40 50 متر، واقدر العب الهجمات المرتده زي ما بقول لك. اتمنى ان رضا سليم وكهربا وكريم فؤاد او مثلا حسين الشحات هم اللي يبتدوا الثلاثي الامامي، لان دول اللي هيقدروا يوصلوني بسرعه ويخلوني اعرف اجيب جون بدري يريحني. اتمنى ان اللعيبه تقدر تحافظ على مخزونها البدني عشان درجه الحراره العاليه والرطوبه العاليه. انا شايف المباراه مش سهله خالص، زيها زي مباراه شباب الوزداد السابقه، ولازم النادي الاهلي يعرف هو رايح يعمل ايه، واعتقد دي مستر كولر بيعرف يعملها كويس ويقدر يخرج بحاجه ايجابيه ان شاء الله. هيتغلب ازاي على الغيابات اللي عنده؟ ما هو خلي بالك برضو زي ما انت بتقول ان الاداء ومش الاداء وكذا وكذا وكذا، ولكن عندما تنظر الى الجانب الاخر يجب ان تنظر ان هناك 11، انت قلت ان في 11 غياب مؤثر، ولكن غيابات مؤثره كثيره جدا، ويزداد عليهم دلوقتي كمان مروان عطيه. يمكن اعتقد عوده بيرسيتا وعوده وسام عوده كوكا من الممكن جدا ان، ولكن برضه هيبقى بقالهم كتير ما لعبوش. اكيد يمكن بيرسيتاو بس اللي رجليه في الملعب. انما الباقي كله بقاله كتير، ما خصوصا كوكا ما فيش، وسام من ساعه ما جه من النرويج باين ما فيش. لا بقاله ما يعني بقاله اسبوعين تقريبا عنده يعني لعب الماتشين الوديين. اعتقد حتى مش هيلحق يبقى متواجد، ولو لعب هياخد له ربع ساعه ثلث ساعه، مش هيلعب 90 دقيقه من وجهه نظري. فانت الغيابات كتيره، بس العمود الفقري في الفرقه هيقدر يتغلب عليها ازاي؟ ماشي. يتغلب عليها ازاي الغيابات دي؟ ما هو انا لازم كمدير فني اشوف هستطيع ان انا اجيب مثلا مكان مروان. لا انت عندك مكان مروان ديانج مش موجود، ويعني انت عندك اثنين اساسيين في نص الملعب مش مروان وديانج، فانت ما فيش حل غير ان انت هتبتدي مثلا بكوكا مثلا، برضه هتبقى الدنيا صعبه. هتلاعب السوليه امبارح احمد ثابت قال ممكن رامي ربيعه، يعني اعتقدها بعيده. ليه؟ ممكن اكرم توفيق بقى. اكرم توفيق اكرم اقرب واحد، ومعاه يا اما كوكا يا اما السوليه، بس انا ما اعتقدش انه هيدي السوليه 90 دقيقه في ماتش زي ده في درجه حراره عاليه. فممكن يبتدي برضه ليه حسابات كتير، ليه حسابات. ممكن يحط امام على فكره،
ممكن يحط امام ستة او يحط امام جنب مثلا اكرم ويحط قدامهم قفشه او يحط قدامهم يعني يلعب بدل ما بيلعب 4 3 3 بالعرض، لا يخليهم 4 2 3 1. فهو ليها حسابات تانية، انما انا اعتقد ان اقرب واحد هيكون متواجد امام واكرم ويا اما كوكا يا اما قفشه، دي وجهه نظري يعني، ده الثلاثي بتاع نص الملعب. انت عندك الخط الرباعي الحمد لله اللي ورا ان شاء الله ما فيش تغيير، مستوى اكيد شوبير ما فيش تغيير، يمكن الثلاثي الامامي برضو لو عايز يبتدي زي ما هو ابتدى في الوزاد هيحصل زي ما هو عايز، ما فيش حد ما فيش غياب عنه، انما انا عندي ميزه ان رضا رجع، ورضا الحمد لله بعد فتره كبيره ولعيب كويس. ابتدي بيه في الاول في السرعات هيفرق معايا كويس جدا. ممكن فكر تاني يقول لك لا طب ما انا بعد 50 60 دقيقه ودرجه الحراره العاليه وبتاع انزله يبقى عنده قدرات اعلى ويكسبني في اخر نص ساعه، بس انا رايي لا، انا هم هينزلوا يضغطوا عليا من الاول وانا هبقى عايز العب الكاونتر اتاك. اوكي. فاتمنى ان واحد زي رضا مثلا، رضا وحسين ومعاهم كرم، اتمنى ان نبتدي بالشكل ده. ممكن لو وسام سليم تبتدي بوسام، بس وسام جراي وخبيته بتاعه هينفع برضه، انما لغايه لما يتعب برضه خلي بالك. لسه انت عندك برضه 5 تغييرات ودي ميزه كويسه جدا دلوقتي. فيعني اتمنى ان ده التشكيل اللي يبقى متواجد او ده الفكر، ما هو انا ممكن افكر انا في حاجه وانت تفكر في حاجه، كله صح على فكره بالظبط، كل واحد بيفكر من وجهه نظره. فاعتقد لا يعني ان شاء الله ان شاء الله هو هيلعب 4 3 3، مش هتخرج بره 4 3 3 طبعا، ولكن التوظيف هو اللي هيفرق معاه شويه. اتبسطت من شوبير مصطفى شوبير جدا جدا الحمد لله، يعني اعتقد ان كان نجم المباراه الاوحد، تمركزات وتحركات رجلين بعيدا عن الصدات اللي عملها ولكن تحركاته زي ما انت بتقول وابدا يعني هو مركز مستو مستو ان هو تحركات رجليه سريعه جدا واكيوريت يعني ودقيقه جدا جدا جدا، فبيعرف يقف في المكان اللي الكره هتوصل له بنسبه 90%، عشان كده بيبقى قريب من الكره، تركيزه عالي، مش فارق معاه مش فارق معاه الخصم، يعني هو اصلا مش في دماغه غير ان هو يأدي كويس. سيبك بقى من الناس اللي بتتكلم والناس اللي بتقول وعشان وعشان وعشان، لا هو عايز يأدي كويس ومركز كويس جدا في الملعب، عشان كده ربنا بيكرمه. بدايه ليه موفقه، واتمنى انه يمشي على نفس النهج، لانه لو مشي على نفس النهج هتبقى الامور يعني صعبه على الشناوي. هيبقى في تنافس جيد طبعا، دي حاجة حلوة يعني، دي حاجة حلوة. يا رب هما الاثنين يروحوا المنتخب اللي جاي يا مسهل، يا رب. كان كابتن ثابت وكابتن يعني شوبير وكابتن اكرامي كابتن اكرامي وكابتن ثابت وكابتن الثلاثة راحوا مع بعض في وقت واحد. فوز